ربنا خلق الانثى لتستمتع فقط ويدللها الذكر. الانثى ملهاش اي دور غير كده، ولذلك اللي عامل الانثى على انها مصدر كسب ولا مصدر فلوس ولا يعتمد عليها تشيل وانا اشيل وبتاع، ده عجاز. الانثى ربنا خلقها كده تستمتع بيا، واصرف عليها عشان هي بتستمتع بيا، وهي هتموت على عيال وتخلف عيال وانا اللي اصرف عليهم، وده بيحسسني ان انا راجل. تركيبه غريبه بس هي دي رجول، ان انا اعرف امتعها جنسيا وانفق عليها ماديا واغمرها مشاعر واصرف على عيالها اللي هم عيالي واحس ان انا راجل.